لذا نذاعة الحياة هي للحياة، وأدب نعم الأطفال نبض جميل للحياة. كنت قد شرفتنا سابقا نعم في يعني برامج أطفال. الليلة نستضيفك أديبة في رواق الحياة في إطار كما سبقا ذكرت محور أدب الأطفال في القيروان، والقيروان صاحبة تجربة في هذا الباب لا سيما في العصر الحديث. معنا السيد نور الدين العبيدي. أهلا سي نور الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالكتاب ومرحبا بالأطفال والكتاب أينما كانوا، ومرحبا بك أنت بيننا. شكرا جزيلا. كنت مرحبا بإذاعة فام حياة. أي حياة فام، حياة فام التي دائما تفتح أبوابها على مصراعيها للكتاب وللكتاب وللأدباء والشعراء. شكرا جزيلا. شكرا لله. شكرا سي نور الدين، وما شاء الله عليك، ما شاء الله. إذا غزير العطاء سي نور الدين في حقل التربية، وها هو يلج مجال النشر. هو مبدع من زمان ولكنه ولج مجال النشر حديثا، وستستمر القصة الجميلة. إن شاء الله. إن شاء الله. سيكتب لنا أجمل القصص في باب نشر قصص الأطفال. معنا الأستاذ حمدان جبيلي. أهلا وسهلا سي حمدان. أهلا وسهلا سي عبد المجيد، مرحبا بك، مرحبا بالضيوف الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بأعزائنا المستمعين. شكرا لإذاعة الحياة أف أم على هذه المناسبات السعيدة وهذه البرامج الثرية التي في كل مرة تدعونا لنثري علنا نفيد ونستفيد أيضا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شكرا لك سي حمدان. الإفادة منكم حاصلة بفضل ما نشرتم للأطفال، وبفضل ما تشيعون من لحظات الجمال حين لقائكم بالأطفال في المؤسسات التربوية ومؤسسات الثقافة. ونحن نتابع عن كثب ما تنجزون في هذا البلد الجميل، في القيروان العزيزة وفي تونس الجميلة. مستمعينا الكرام، جيل آخر كان له السبق في العصر الحديث بالنسبة إلى قصص الأطفال، جيل قدم الكثير. نترحم على من غادرنا ونتمنى طول العمر بالنسبة إلى الأحياء. أذكر المرحوم ناجي الجوادي وقد كتب للأطفال، كذلك المرحوم علي السبوعي صاحب القاضي الهمام الحاج علي السبوعي رحمه الله، كذلك المرحوم الأديب حمودة الشريف كريم رحمه الله. ونذكر بخير ونرجو له الصحة والسلامة والعافية الدكتور الأستاذ صديقنا محمد الغزي الفائز بجائزة السلطان قابوس عام 2015، يعني في الدورة الرابعة، وهو صاحب قائمة متعددة العناوين له 14 قصة للأطفال. سي محمد الغزي، بالنسبة إلى الجيل الثاني الذي تمثلونه، وأتحدث عن تواريخ النشر، إذن تمثلونه أنتم سي حمدان الجبيلي والسيدة عفاف وسي نور الدين العبيدي، ونذكر أيضا صديقنا حسين الجبيلي الذي تغيب الليلة لمشاركته في ملتقى شعري. نذكر كذلك مروى غيث، نذكر زهرة الرمضاني، ويعني القائمة ما شاء الله. وهناك كتاب آخرون لا شك أننا لم نظفر بقائمة أسمائهم أو بمؤلفاتهم في القيروان. على أي حال، هذه فرصة لكي ندون لأدب الطفل في القيروان، لنحصي ونصف ونبوب ونرتب ونؤرخ لأدب الأطفال في القيروان. هذا جون الليلة يعني مستمعينا الأعزاء. فاصل غنائي طربي ثم نعود.